العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أهلا بكم مشاهدينا في حصاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، معكم في هذا الحصاد عمر محرف وآية علقم. تحية لك آية. مشاهدينا أهلا بكم، البداية بالعناوين. قائد القوة البرية الإيراني في الحرس الثوري محمد باكبور يزور الفلوجة. بحسب وكالة نادي المراسلين التابعة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني التي أكدت أنه تفقد العمليات بصحبة سليماني. لدينا دعم من الجو من قبل أصدقاء وغيرهم، ولكن ليقاتل على الأرض وفقط الأبطال العراقيين. العبادي، القوات العراقية تخوض وحدها معركة الأنبار، يساندها الأصدقاء من الجو. الجبوري يدعو العبادي إلى التحقيق بحصول تجاوزات ضد المدنيين ضمن عمليات الفلوجة. جهاز مكافحة الإرهاب يسيطر على جسر التفاح المؤدي إلى الفلوجة، والحشد الشعبي يعلن عن تطويق مدينة الفلوجة بالكامل. وفي الحصاد أيضا، شهادات لناجين من حصار الفلوجة يرون معاناتهم بسبب احتجاز داعش لهم من جهة، واحتجاز الكثيرين منهم للتحقيق من جهة ثانية. داعش يقصف مجددا مقر شركة غاز الشمال، وفرق الطوارئ تحاول منذ نحو شهر إخماد حرائق آبار حقل خباز قرب مدينة كركوك. أهلا بكم إلى التفاصيل. أظهرت صور وصول قائد القوات البرية التابع للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور إلى مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار برفقة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والتي تشهد منذ أكثر من أسبوع انطلاق عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش. وقالت وكالة أنباء نادي المراسلين الإيرانية إن قائد القوات البرية التابع للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور وصل الأربعاء إلى منطقة القرمة التابعة لمدينة الفلوجة من أجل متابعة سير العمليات العسكرية التي تشنها القوات العراقية في الفلوجة. من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السياسيين إلى تجميد خلافاتهم بشأن إصلاحاته التي تهدف لمكافحة الفساد والاتحاد خلف الجيش في معركته ضد داعش. وتفقد القائد العام للقوات المسلحة قاطع عمليات الفلوجة، وخاطب القوات المشاركة بالعمليات عبر أجهزة اللاسلكي داعيا إياهم إلى الثبات، لأن النصر متحقق ولو تأخر بسبب القناصين والعبوات. وقال العبادي إن القوات العراقية تتخوض وحدها معركة الأنبار على الأرض، يساندها الأصدقاء من الجو. من الجو من قبل أصدقاء وغيرهم، ولكن ليقاتل على الأرض وفقط الأبطال العراقيين ليحررون أرضهم. إن شاء الله أمامكم مسيرة لتحرير الفلوجة وتحرير باقي المناطق، لتحرير الأهالي. إحنا من أجل تحرير هؤلاء الناس اللي هم تحت ظلم وظلم داعش، وداعش إلى انتهاء. نعم، يحاولون يستغلون العبوات الناسفة والقناصين لربما إبطاء حركتهم، ولكن هؤلاء الأبطال أنا أجد تضحياتهم. عندنا الجرحى، إن شاء الله أتمنى الشفاء للجرحى والرحمة لكل شهدائنا وشهداء العراق، وما عندي شك إن شاء الله قريبا سوية نرفع العلم العراقي في الفلوجة. ودعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى التحقيق بحصول تجاوزات من قبل أفراد بالشرطة الاتحادية وبعض المتطوعين أدت إلى انتهاكات ضد مدنيين ضمن عمليات الفلوجة. وقال الجبوري في بيان إنه يجب الحفاظ على حياة المدنيين ومسار الجانب الإنساني، وتهيئة الممرات الآمنة بالسرعة الممكنة، وتحييد المدنيين من نيران المعركة بالفلوجة،
مشيرا إلى وجود معلومات تفيد بحدوث بعض التجاوزات التي ارتكبها أفراد في الشرطة الاتحادية وبعض المتطوعين أدت إلى انتهاكات بحق مدنيين. ويأتي بيان الجبور بعد الكشف عن اختفاء 73 رجلا جرى اختطافهم من الفلوجة إلى جهة مجهولة، وبعد الكشف عن إعدام 13 رجلا آخرين بضمنهم طفل بعمر 11 عاما كانوا قد نزحوا مع عائلاتهم من الفلوجة. سيطر جهاز مكافحة الإرهاب على جسر التفاحة في المحور الجنوبي للفلوجة، والذي يعد المنطقة الفاصلة بين حيي النعيمية والشهداء جنوبا، وذلك بعد استئناف العمليات العسكرية بمساندة طيران التحالف الدولي والجيش. في الأثناء فجر تنظيم داعش جسر البعلوان الثاني أو ما يسمى بجسر سكة القطار الذي يربط مناطق النساف مع بعضها لمنع عبور العوائل القادمة من جهة الصقلاوية عبر نهر الفرات إلى منطقة النساف غرب الفلوجة وعزل المنطقتين عن بعضهما حسب ما أفاد مصدر في شرطة الأنبار. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تطويق مدينة الفلوجة في الأنبار بالكامل، مشيرة إلى إنجاز نسبة 70% من عملية تحرير المدينة وقرب تحرير ناحية الصقلاوية الواقعة شمالي الفلوجة. وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الأسدي للشرقية نيوز إن عمليات الصقلاوية والقرمة هي أجزاء مهمة من عملية تحرير الفلوجة وكسر الإرهاب فيها، مشيرا إلى إنجاز 60% إلى 70% من عملية تحرير الفلوجة. وأضاف الأسدي أن الفلوجة أصبحت مطوقة بالكامل ولم يبقى سوى مركز المدينة، والقطعات العسكرية تتقدم باتجاهه من أكثر من محور، لافتا إلى أن ناحية الصقلاوية هي بحكم المحررة وسوف تتحرر بالكامل خلال يومين كحد أقصى. معاناتنا هو عادة أعمار القرمة وعادة النازحين والإسراع بإعادة الدوائر الخدمية إلى القرمة. إن شاء الله القرمة الإرهاب ولا منها بعد ما يعود، واحنا اهل القرمه واقفين بالقرمه حاليا مستعدين بالغالي والنفيس نضحي من اجل ابنائنا وناس. اعلن نائب رئيس مجلس محافظه الانبار فالح العيساوي تقدم القوات العراقيه من المحور الشمالي للفلوجه ودخولها الى مركز الصقلاويه، وهي تتقدم حاليا باتجاه سده الفلوجه من المحور الجنوبي. العيساوي اضاف في اتصال مع الشرقيه نيوز ان اوضاع مخيمات اللاجئين التي شيدتها الحكومه في الخلديه وعمريه الفلوجه لا ترتقي الى مستوى الاحتياجات للفارين من المدينه. طبعا هناك تقدم كان اليوم موضح وكبير بين القوات العراقيه وتحديدا من فرقه 14 في اتجاه الصقلاويه ودخولها الى مركز المدينه ودخولها في اغلب المناطق والقرى المحيطه بالصقلاويه. هذا ابرز ما حدث من الناحيه العسكريه في محيط الفلوجه. ايضا اليوم كان هناك تقدم كبير ايضا للقوات العراقيه من الجهاز ومن الفوج التكتيكي التابع لقياده شرطه الانبار وايضا الافواج الخاصه لشرطه المحافظه. اما في المحور المهم هو المحور الجنوب الغربي اللي تابع لقياده عمليات الانبار، استكملت الان القوات العراقيه سيطرتها على ضفاف نهر الفرات مدعومه بابناء العشار وكذلك الشرطه المحليه من تابع شرطه المحافظه متوجهه شمالا باتجاه سد الفلوجه، رغم ان هذا المحور نوعا ما تعرض الى هجمات عنيفه من التنظيم وشهدت معارك كر وفر طيله الفتره الماضيه، الى ان استطاعت القوات العراقيه استنزاف قدرات التنظيم والسيطره على ضفاف نهر الفرات. لحد الان طبعا نحن استلمنا نتكلم بلغه رسميه 250 عائله لحد هذه اللحظه من صباح اليوم لحد الان، هؤلاء كلهم خرجوا من منطقه الزوبع باتجاه عمريه الفلوجه. طبعا هم اغلبهم اللي وصلوا اليوم رجال ونساء واطفال وايضا حتى ما بينهم شباب، وضعهم طبعا النفس تعبان، وضعهم من ناحيه التغذيه يعني مرعوبين بما شاهدوه من عمليات عسكريه او ما رأى من ظلم داعش طيلة السنتين وأربعة أشهر الماضية. أكيد المخيمات الموجودة في العامرية وفي الخالدية أكيد لا ترتقي إلى مستوى ما مدمر هذا الشخص نفسيا ومعنويا وغذائيا. أكيد إمكانيات الحكومة المحلية معدومة، إمكانيات الحكومة المركزية أيضا معدومة. وطالب مقاتلو عشائر محافظة الأنبار بتوفير الدعم المادي واللوجستي بشكل فوري لقضاء القرمة لإعادة ترميم البنى التحتية واستقبال الأهالي النازحين من المدينة والقادمين إليها.
ويقول مقاتلو العشائر إنهم قادرون على مسك الأرض، وأن المطلوب بالتزامن مع الجهد العسكري توفير الإمكانات اللازمة لإعادة افتتاح الدوائر والمؤسسات وإعادة الحياة للمدينة. هو عادة أعمار القرمة وعادة النازحين والإسراع بإعادة الدوائر الخدمية إلى القرمة. إن شاء الله القرمة الإرهاب بل منها بعد ما يعود، وإحنا أهل القرمة واقفين بالقرمة حاليا ومستعدين بالغالي والنفيس نضحي من أجل أبنائنا وناسنا وعادتهم إلى المدينة. والله إحنا بالنسبة لنا نطالب بس عودة النازحين، لأن الناس انهلكت، صار اليوم سنتين ونص مشردة، وعادة أعمار المدينة. وفي الحصاد أيضا، شهادات لناجين من حصار الفلوجة يروون معاناتهم بسبب احتجاز داعش لهم من جهة، واحتجاز الكثيرين منهم للتحقيق من جهة أخرى. ذكرت وكالات دولية أن الأزمة الإنسانية في الفلوجة المحاصرة تتفاقم بعد الكشف عن تفاصيل جديدة لنقص الغذاء والدواء وانعدام الخدمات الأساسية في المدينة منذ أشهر. ويقول تقرير لرويترز إن ما لا يقل عن 50,000 مدني ما زالوا عالقين داخل الفلوجة التي لم تتلقى مواد غذائية بشكل منظم منذ أيلول من عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية كالسكر الذي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه نحو 40 دولارا. ويقول التقرير إن توفير طحين القمح بات شبه مستحيل، ويقتات الناس هناك من خبز الشعير الأسود أو من خلال طحن نواة التمر وأكلها بعد خبزها. وذكر شهود لفرانس بريس أن الأسر أجبرت بل أجبرت أطفالها على تناول علف الحيوانات، مؤكدين أن السكان لم يشربوا مياه صالحة للشرب منذ أشهر ويجلبون أغلب المياه من النهر. وروى نازحون من مدينة الفلوجة شهادات عن أوضاع العائلات التي لا تزال تحت قبضة تنظيم داعش داخل المدينة، والذي يتخذهم دروعا بشرية. ويقول تقرير لصحيفة التايمز البريطانية إنه بينما يتخذ مسلح التنظيم من السكان دروعا بشرية في مواجهة الهجوم الذي تشنه القوات المشتركة العراقية، يضطر الكثير منهم إلى الانتحار خوفا من عدم التمكن من الهرب. وأضاف أن عناصر التنظيم يمارسون ضغوطا على الأطفال ليجندهم في صفوفه قسرا. وتقول الأمم المتحدة إن إرغام الأطفال على القتال في صفوف تنظيم داعش سيستمر خلال المعركة. بس نريد ولدنا ظلت بالمدرسة. ابني مواليد 98 وأنا جلم اثنين حماية ورجلي اثنيناتهم أخذهم داعش، وظلت لا وليد ولا طلعت من يومك من السكر. اي والله حار البارحة، من هنا لا بنكة ولا مبردة، كل شيء ماكو. البارحة من هنا بالحر والله. كنا ببيت قافلين من الدواعش، قافلين البيت على جهالنا ونايمين، هل ما انهزموا الدواعش وطلعنا على الجيش. قالت الأمم المتحدة إن السلطات العراقية تحتجز نحو 500 رجل وصبي فوق سن 12 عاما من الفلوجة في عملية فحص تستغرق ما يصل إلى 7 أيام. ونقلت رويترز عن سكان فروا من الفلوجة قبل هجوم الجيش ولجأوا إلى مدرسة في قضاء القرمة، إنهم سعداء بهروبهم من مقاتلي داعش، لكنهم يخشون الآن على مئات الرجال والصبية
الذين احتجزهم الجيش. وتقول السلطات الحكومية إنها لا تملك خيارا سوى فحص حالات الرجال والصبية الفارين لمنع مقاتلي داعش من التسلل بين صفوف المدنيين، وإنها تستكمل إجراءات الفحص بأسرع ما يمكن وبأقصى رعاية ممكنة للمحتجزين في ساحة المعركة. وفي داخل الفلوجة ذكرت رويترز نقلا عن فارين من المدينة أن مسلحي التنظيم فصلوهم إجباريا عن أقاربهم واستخدموا الرجال كدروع بشرية مع اقتراب الجيش منهم في الأسبوع الماضي. ويقول نازحون من الفلوجة إن أكثر من 500 عائلة لا تزال محاصرة في المدينة وتواجه ظروفا إنسانية صعبة، وتحاول لجان الإغاثة إيصال طرود غذائية للمخيمات والضغط باتجاه تعجيل إجراءات تدقيق الوثائق للرجال. موفدنا خطاب عادل أعد التقرير التالي. أكثر من 500 أسرة في الفلوجة لا تزال تواجه الموت جراء الحصار الذي يفرضه داعش واتخاذهم دروعا بشرية. عائلات تمكنت من الهرب لا تعرف مصير أغلب أرباب الأسر، تعيش وضعا صعبا في القرى القريبة من السجر بحسب شهادات سجلناها في إحدى المدارس التي تأوي النازحين في موجة نزوح مستمرة مع شح في الدواء. أعداد كبيرة من العائلات التي استطاعت الهروب من الفلوجة الآن بدأت تتجه إلى القوات الأمنية وهناك إجلاء. بس نريد ولدنا ظلت بالمدرسة، ابني مواليد 98 وأنا زلم اثنين حماية ورجلي اثنيناتهم أخذهم داعش وظليت لا وليد ولا. طلعت من يومك؟ من السجن. أي والله حار البرحن من هنا، لا بنكة ولا مبردة، كل شيء ماكو، برحن من هنا بالحر والله. كنا ببيت خاطلين من الدواعش، قافلين البيت على الجهنم ونايمين على ما انهزموا الدواعش وطلعنا على الجيش. نقدنا خطية الجيش وما قصر ويانا، جابنا بسياراتنا ما وصلنا هنا. هيئات مستقلة ووزارة الداخلية استطاعت توفير أكثر من 1000 طرد غذائي كإجراء لمنع تفاقم الأزمة، فيما تؤكد الأخيرة أن القوات الأمنية ماضية بإجراءات التدقيق لعودة أهالي المناطق المحررة لمنع تكرار الخروقات كما حدث في هيت وكبيسة ومدن الأنبار الأخرى. يعني بالتأكيد لن يطول موضوع التدقيق الأمني، هي مسألة بسيطة فقط، هنالك قاعدة بيانات وأسماء وتقاطع معلومات استخباراتية، يعني نخشى أن يكون هنالك من هو قد ارتكب جريمة جنائية، يعني لاحظنا ذلك في كبيسة وكذلك في هيت، يعني هنالك مدعين بالحق الشخصي ولا نريد أن تذهب هذه الأمور باتجاه آخر. الموضوع بسيط جدا وهو على الملأ، ليس هنالك شيء نخفي. أيضا شرطة الأنبار متواجدة، هم يختارون، اللي يختار أن يروح إلى مخيم مجمع الشقق السكنية رحنا ناخذه، واللي يريد يبقى يبقى، لأنه الموضوع ليس إجباري بل هو الموضوع اختياري، لكن احنا جميعا نوفر كافة الخدمات لهؤلاء النازحين. وبينما تواصل القوات العراقية المعارك على أبواب الفلوجة والتي كانت يوما ما موطنا لقرابة ملايين الناس، يوجه الآلاف من أهلها في الداخل نداءات لفتح المزيد من الممرات الآمنة وسرعة إنقاذ الأبرياء من أطراف الفلوجة. خطاب عادل، الشرقية نيوز. إلى بغداد، حيث فجر مجهولون هناك عبوة ناسفة استهدفت مكتب حزب الفضيلة الإسلامي في منطقة الشعب شمالية شمال شرقي العاصمة، حسب مصادر أمنية أكدت عدم تسجيل إصابات. وأصدر حزب الفضيلة الخميس بيانا أكد فيه تعرض مكتبه إلى ما وصفه بالعمل التخريبي من دون توجيه تهم مباشرة إلى جهة بعينها، مطالبا الجهات الأمنية بالكشف عن الجنات وحماية المواقع المستهدفة بالتهديد والتخريب، ومعربا في الوقت ذاته عن رفضه سياسة الابتزاز. وطالب البيان القوات الأمنية والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها في كشف الجناة وتسليمهم إلى العدالة وتوفير الحماية الكافية لسائر المواقع المستهدفة بالتهديد والتخريب. في بغداد أيضا فتح مسلحون مجهولون النار على مركبة مدنية تقل صاحب محل صيرفة وقتلوه في الحال قبل سرقة أكثر من 80 مليون دينار كانت بحوزته بحسب مصادر أمنية.
وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اعترضوا مركبة صاحب مكتب للصيرفة في منطقة المشتل شرقي بغداد، وأطلقوا النار باتجاهها من مسدسات كاتمة للصوت، ما أسفر عن مقتله في الحال. وكانت السلطات الأمنية أعلنت عن العثور على جثة مجهولة على ضفاف نهر دجلة من جهة جسر الصرافية شمال بغداد دون ذكر التفاصيل. وينضم إلينا الآن ضيف الحصاد السيد عزت شابندر السياسي العراقي. أهلا بك سيد عزت. يعني نبدأ من المشهد العسكري داخل العراق، يعني هل تتوقع بأن الوجوه العسكرية والقادة العسكريين من الممكن أن يطلعوا بدور سياسي بعد إنهاء العمليات العسكرية وإنهاء معارك التحرير؟ شكرا لك ولقناة الشرقية. في الحقيقة سؤال مهم هذا. نحن نرى أن القادة الميدانيين بالذات قادة الحشد مو مكترثين كثيرا ولا معنيين كما يبدو كثيرا فيما يجري على الساحة السياسية، وكأني بهم يضمرون ويخططون لشيء أكبر. رصيدهم حينما يتمكنوا من طرد داعش، وهذا سيحصل في تقديري، رصيدهم سيكون كبير جدا، وأطراف الصراع السياسي على السلطة سيكونهم الطرف الأضعف. ولذلك في تقديري أن الصفحة القادمة من صفحات تاريخ العراق السياسي ستبدأ بعد أن تنتهي قصة داعش في الفلوجة والرمادي والموصل. كذلك وعليه في تقديري أن هناك عراق جديد سيبدأ، ونستطيع أن نتلمس معالم هذا العراق، ونستطيع أيضا أن نتحرك من أجل صناعة المعالم السليمة والصحيحة لمستقبل قادم في العراق. يعني سوف لن يهنأ الساسة الذين يتقاتلون في بغداد على وزارات بالية وعلى مواقع ليس فيها إلا المنفعة والسلطة والنفوذ، سوف لن يهنأوا بذلك بعد أن تنتهي المعارك بشكل حاسم وفيه نصر مع داعش. طيب سيد عزت، يعني هل تتوقع أن تظهر أجندات سياسية للجنرالات الحاليين بعد انتهاء هذه العمليات؟ أنا اللي معني فيه وأراقبه في الحقيقة وأتمناه وأعمل عليه بطريقة وأخرى حسب ما هو ممكن، أن معارك العراق مع داعش ستكون هي المجال الذي ننهي فيه الطائفية وننهي فيه الأبعاد السيئة لما يسمى بالإسلام السياسي. في تقديري أن معركة الفلوجة ليس كمعركة الرمادي، ليس كمعركة صلاح الدين. بالفلوجة أداء القادة العسكريين وقادة الحشد الذين أعنيهم وبعض الأجهزة الأمنية كجهاز مكافحة الإرهاب الذي يبلي بلاء حسنا، هناك يعني انصهار في الحقيقة بسبب التوحد الموقف من داعش فكريا وثقافيا وسياسيا وأمنيا. هي بودقة هذه الفلوجة صالحة لأن ينصهر العراقيون فيها انصهارا وطنيا. أنا أتوقع هناك صيغة وطنية بنموذج عالي بعد الانتصار على داعش. الحشد يحاول جاهدا، قادة الحشد
أن لا يتورط في أخطاء ثانوية صغيرة أو كبيرة أو متوسطة، لكن هي تعد ثانوية أمام ما يسجله هؤلاء الأبطال من نصر وما سيسجلونه. يحاولون يتجنبوا هذا الموضوع ويبقى الانتصار نظيفا. وهناك في الجهة المقابلة في هناك قادة سياسيين وميدانيين أيضا عند المكون السني بدأوا يتفهمون ذلك، ولا تنطلي عليهم أخطاء بعض كتل الحشد حتى يكبروها وينموها ويبوقوا إلها والقطيعة تتعمق بين سنة العراق وشيعة العراق. أنا لا أتصور أن القادة العسكريين، بمعنى أن القادة قادة الجيش العراقي، يخططون من منطلق أجندة سياسية معينة. لحد الآن لا توجد معالم لذلك، ولكن قادة الحشد نعم في تقديري سيكونون هم قادة الصفحة القادمة من التاريخ السياسي للعراق. ما يجب أن نعمل عليه هو أن هذه الحرب على داعش يفترض تبلور أسس سليمة للمواطنة والوطنية ووحدة وانصهار أبناء الشعب العراقي بكافة مكوناته في رحم واحد في بيت واحد هو الوطن. طيب، تحدثنا يعني عن الجنرالات والقادة العسكريين، دعنا نتحدث عن قطعات الحشد الشعبي ومقاتلي الحشد الشعبي وألويته. يعني هل سيرضون بأن ينتهي دورهم إذا قلنا بعد عمليات التحرير؟ يعني هل سوف يرضون بأن ينتهي دورهم بعد هذه العمليات؟ لا، أبدا. دورهم سيكون هو الرصيد الذي يمنحهم شارة الفوز بلا عناء. يعني لا يوجد هناك فرصة للتنافس بين قادة الحشد الذين يضحون الآن بأنفسهم وبعوائلهم، وهذه التضحية لا يمكن أن تذهب هباء منثورا، خاصة وأن أغلب قادة الحشد الأساسيين هم سياسيون في الأصل، ولكن تركوا السياسة وتركوا المواقع وراء ظهورهم وذهبوا للواجب الوطني الكبير اللي هو طرد داعش من مناطق عزيزة على العراق وعلى العراقيين جميعا. وفي تقديري أيضا أن الساسة العراقيين الذين يتبوؤون الآن ويتمترسون في مواقع السياسة من رئاسة الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب إلى وزراء، هؤلاء يشعرون بذلك. ولذلك هناك العديد من الجهود التي تحاول هذه الأطراف أن تضيق فيها وتضيع على قادة الحشد يعني هذا النصر أو جائزة هذا النصر. هناك جو سلبي يخلقونه القادة السياسيين في طريق أن يلمع الحشديون، وهناك أيضا محاولات للقادة السياسيين كرئيس مجلس النواب رئيس الوزراء أن يتمظهر في الذهاب إلى الجبهة ويصور ويصلي، و منهم صاحب العمامة ومنهم صاحب البدلة الرسمية أو البدلة العسكرية، يحاولون أن يظهروا للناس أنهم أيضا موجودين في الجبهة. ولكن هذا سوف لن ينطلي لا على الحشديين ولا على الناس ولا على البشر الذين اضطهدتهم داعش وذاقوا ويلات الحرب ودفعوا ثمنها في بيوتهم وعنائهم وحصارهم. نعم، يعني كما تفضلت أنت أن قادة الحشد لا، ما راح يرجعون
ويقولون شكرا احنا رايحين للبيت سوينا اللي علينا. لا لا، اذا يتصور القادة السياسيين هذا فهم بسطاء ساذجين، واعتقد ان القادة السياسيين كما قلت الذين يتمترسون في مجلس النواب ورئاسة الوزراء يدركوا ذلك ويحاولوا مرة يسووا عمل سلبي كإعاقة لأن يلمع الحشد، وهناك دفع مبالغ فيه للجيش والقوات الأمنية لإظهار أن الانتصار هو على يد المؤسسة العسكرية التي يقودها القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الانتصار يقوده السيد سليم الجبوري الذي يحشد من خلال مؤسسته التشريعية اللي هي الآن تشارف على الموت. يحاولون أن يبرزوا ولكن هذا لن ينفع في الحقيقة، لا أعتقد أنه سينفع. عمرهم يعني عمر بقاء الوضع السياسي الحالي سوف لن يتجاوز عمر معركة الفلوجة، وأتمنى أن لا تكون نينوى أيضا تمد في معركة نينوى تمد في عمرهم مرة أخرى. طيب سيد عزت، يعني في إطار هذا التحشيد لفصائل الحشد الشعبي، أين سيذهب كل هذا السلاح بعد انتهاء هذه العمليات؟ من الآن هناك تحضير لأن يكون الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، وهو الآن فعلا هو هيئة، وهناك عمل جدي لوضع نظام داخلي صارم لهذه الهيئة تذوب فيه الرايات المختلفة وتتوحد في راية واحدة، فهذا السلاح سيكون هو ضمن مؤسسة خاضعة لرقابة الدولة ومؤسسات الدولة، وبدون ذلك في الحقيقة سيضيع الحشد والحشديون قيمة هذا النصر وقيمة هذه التضحيات. يجب أن يؤمنوا أن العراق لا تحكمه كتائب أو فصائل. نعم قد نحتاج في مرحلة يضعف فيها الجيش وتضعف فيها المؤسسة العسكرية، نعم نحتاج لذلك، ولكن حينما ننتهي من قصة داعش وجماعات الإرهاب في المكونين سنية أو شيعية عربية أو غير عربية، يجب أن نذهب إلى بناء الدولة، وسيكون الحشد الشعبي رصيد مهم صاحب تجربة وإيمان بأن يكون جزء من هذه الدولة العراقية، ولكنه جزء ينصاع لإرادة الدولة وينصاع للانصهار في إطارها. وفي تقديري أن قادة الحشد مدركين ذلك وغير مستعدين لأن يضيع العراق ويتمزق إربا إربا بين كتل كما يحصل في الصومال أو يحصل في ليبيا. أنا في الحقيقة كل بوادر التفاؤل بالنسبة لي لا وجود لها من خلال ما يجري على الساحة السياسية، ولكن هناك ضوء في آخر النفق من خلال هذه التضحيات الجسام التي يقدمها الحشد والحشديون، ومن خلال الوعي الذي ألمسه عند قادة الحشد البارزين في تقديرهم للصفحة القادمة من مستقبل العراق السياسي. نعم سيد عزت، يعني قلت بأن قادة الحشد والقادة العسكريين سوف يكون لهم رصيد عالي لدى الناس بعد أن ينجحوا في عمليات التحرير، وسوف يلعبون دورا كبيرا في تغيير ملامح ومعالم الحياة السياسية في العراق والحياة بشكل عام في العراق، لأن كلمتهم يعني بما معناه سوف تكون أقوى ولهم رصيد في الشارع. طيب يعني عند الانتهاء كما قلت وكما تقول بأنك تتمنى الانتهاء من الإسلام السياسي ومن هذه الكتل وهذه الأحزاب وهذه الطريقة في الحياة السياسية العراقية، هل البديل
بأن يكون هناك حكم أشبه بحكم لأشخاص ذوي خلفية عسكرية؟ هل هذا الذي سينقذ العراق؟ هل وحدها الانتصارات رصيد تعطي الأحقية وتعطي الأولوية للقادة العسكريين في الحكم بعد فشل بعض السياسيين؟ إذا اللي تفضلت فيه هو صحيح فما سوينا شيء في الحقيقة. اللي أتمنى أنه القادة الميدانيين الذين سيحققون النصر على الإرهاب، أتمنى أنهم يملكوا من الأفق السياسي ما يتحمل تحديد دورهم. لا صحيح، لا نريد أن يكونوا هم خارج اللعبة القادمة، هم أطراف أساسية، ولكن بنفس الوقت وهذا هو من عوامل وشروط نجاح المرحلة القادمة، أن هؤلاء القادة يدركون ماذا يعني بناء الدولة ومعنى بناء الدولة. في واحد من معاني بناء الدولة أن يفتحوا ويفسحوا المجال للسياسيين الشرفاء والنزيهين وأصحاب الكفاءات أن يلعب كل دورة في مكانه الصحيح، ولا تحتكر الدولة. الدولة بأركانها واسعة جدا وتستوعب صدقا لكل الكفاءات، ولكن هذا النفس الأناني والديكتاتوري المقيد الذي يلبس ثوب الديمقراطية ويتلبس ثوب الاستحقاق الانتخابي ويذهب لاحتكار العمل واحتكار القرار واحتكار مؤسسات الدولة بهذا الوضع المقرف الذي نشهده الآن، هذا نتمنى على قادة الحشد أنه تعلموه درسا بليغا، وإن شاء الله يكونوا هم قادة يوفروا الأسباب لبناء الدولة العراقية على أساس سليم. نعم لا نكافئهم بعد النصر أن نقولهم أنتم عسكريين روحوا لبيوتكم، ولا نتوقع منهم أن يستغلوا ويستعملوا هذا النصر الذي حققوه على أيديهم للاستيلاء على سلطة. إذا يبقوا يتخيلوا كما هو الآن أن ما يجري في العراق هو سلطة يأكلها الأقوى وتتقاسم بين الأقوياء، هذا المفروض يغادروا هذا الفهم ويذهبوا إلى فهم وثقافة بناء الدولة. أقول هذا ما يجب أن نعمل عليه من الآن، يعني تواصل الساسة. كثير من الساسة العراقيين الموجودين في الخارج والداخل يفقهون ما أتحدث، يجب أن يتواصل هؤلاء مع الحشد وقادة الحشد ويرفدوهم بهذا النوع من الفكر وبهذا النوع من الأفق، حتى إذا حان الوقت يكون هؤلاء يملكون ثقافة وأفق بناء الدولة. كثير من السياسيين الذين لا قبل لهم بالذهاب إلى الجبهة ولبس العسكري وينام بالخنادق والتراب ويعرض نفسه لما يعرضون أنفسه لهم، على الأقل يجب أن يكون قريبا من خط النار الذي يعيش تحته أو فوقه هؤلاء ويدلون به نصائحهم ورشدهم ويرشدون المسيرة. يعني فعلا كثير من قادة الحشد المعروفين أحيانا يتواصلون معنا يوميا، شلون لازم إعلام يصير، شلون الرد لازم يصير، كيف نتعامل مع أهل الفلوجة، شلون نتعامل مع المجرم، مع نصف مجرم، مع متهم، مع بريء. هناك أيضا هم قادة الحشد عندهم توجه لأن يتعاونوا مع الآخرين، ولكن
ليس مع المتهالكين على البقاء في هذه السلطة الغاشمة. طيب سيد عزت، يعني حضرتك تتحدث عن رؤية وافتراضات وردية ومثالية ونموذجية، هل تعتقد يعني بأن هذه الافتراضات الآن تتلاءم مع ما يجري من العراق؟ يعني من خلال كل أجوبتك التي طرحتها الآن، يعني كأنك تلمح بأن الدولة في العراق ستكون دولة حشد كما دولة الحرس الثوري في إيران، يعني هل تعتقد بأن هذان يتقاربان في ذات الوقت؟ أتمنى ألا تكون دولة حشد، ولكن في الحقيقة هذا النصر له استحقاق، وأبسط مستويات هذا الاستحقاق أن يكون للحشد دور، ولا أدفعهم لذلك، ولكن لا أجدهم سوف يتخلون عن ذلك، هم لهم اليد الطولة في الصفحة القادمة وفي المرحلة القادمة القريبة، هم لهم اليد الطولة، لا يستطيع أن ينافسهم أحد يتفرج على التلفزيون أو واحد فاز بالانتخابات بعشرة وخمسة عشر ألف صوت وهو قاعد ببيته ومع أولاده، لا ينافسهم أحد، هم سيمسكون زمام الأمور. طيب إحنا إيش لازم نسوي؟ إحنا لازم نبقى قريبين منهم، نتواصل معهم، ونقولهم ترى أنتم مو رايحين لبناء سلطة الحشد، المرحلة القادمة هو بناء الدولة العراقية، والحشد أحد روافد هذه الدولة العظيمة بالخبرة والتضحية والتاريخ النظيف. هذا ما نستطيع أن نفعل، ولا أعتقد أن هناك نية في أن تستنسخ تجربة إيران وتكون إيران هي دولة الحرس الثوري. وفي تقديري، وإذا أردنا أن نكون صريحين بالمطلق، الإيرانيين نجحوا في هذه التوأمة بين السلطة المدنية وبين سلطة الحرس، يعني هناك قدرة لدى القادة الإيرانيين يعرفون شو وقت يشغلوا السلطة المدنية وينصاعوا لها كلهم، ويعرفون شو وقت تشتغل سلطة الحرس. لا يمكن أن نقول بالمطلق أن إيران هي دولة الحرس حتى أكون منصف، ولكن الإيرانيين هذا الحرس اللي هو حما إيران في وقت انهارت به المؤسسة العسكرية بعد سقوط الشاه، ودخل الجيش العارم جيش النظام العراقي في ذلك الوقت، ودعم دعم دولي وإقليمي بامتياز، الحرس كان هو الذي صاحب الدور وصاحب السبق في حماية الثورة من السقوط، واستمر دور الحرس. وكمراقب لا أرى أن هناك للحرس توجه باحتكار سلطة القرار السياسي، يعني إذا كان روحاني أو رفسنجاني أو غيرهم من هذا الخط الذين يسمون بالمعتدلين لهم دور كبير في القرار السياسي وتنفيذه، ويعترضون أيضا على قرارات الخط الثاني، وينصاع الخط الثاني لهم في كثير من المواقع. أقول نجح الإيرانيون في التوفيق بين السلطة المدنية في الدولة الإيرانية وبين سلطة الحرس ودور الحرس. هسه إذا قدروا أخواننا العراقيين يوصلون إلى هذا المستوى، سلطة الحشد ممكن يتوأموها بطريقة تنسجم مع السلطة المدنية لإدارة الدولة العراقية، إحنا بخير في الحقيقة. وأنا أتوقع لأن الوضع في إيران يختلف عن الوضع في العراق من خلال هذا الموزائيك المكوناتي، لا أعتقد أن هناك سلطة للحشد ستكون شبيهة بسلطة الحرس في إيران. هناك ظروف لنشأة الحرس، وهناك تاريخ في الحقيقة طويل سياسي وأمني للحرس في حماية إيران لا يوجد مثيله بالنسبة للحشد
وعمر الحشد وكفاءته. لا أعتقد المقارنة واقعية إلى درجة، ولكن يجب أن نخشى ذلك، ويجب أن نحذر ونحذر ونجد صيغة لبناء الدولة نستطيع فيها أن يكون الحشد وقوته وتجربته موجودة، لكن على أن يكون رافد من روافد بناء الدولة، وليس خط يقع في موازاة الخط المدني في إدارة الدولة العراقية. نعم سيد عزت، يعني اسمح لي، فعليا من خلال الحديث تبدو متفائلا جدا، تتحدث بطريقة وكأننا في المدينة الفاضلة، تتحدث ربما يعني تتحدث عن شخصية معينة داخل الحشد الشعبي، يعني هناك وجوه ومسؤولين كبار، عدد من المسؤولين الكبار والقادة في الحشد الشعبي، لا أدري هل تتناسى أو ربما لم تذكر أيضا وجود بعض المؤشرات التي قد تكون خطيرة، مثل الانتهاكات التي ارتكبت من قبل البعض في الحشد الشعبي، تدمير المدن من قبل البعض، الاعتقالات من قبل البعض في الحشد الشعبي بعد تحرير المدن، يعني كل هذه الأمور يعني تجعل الصورة، لا أريد أن أقول تجعل الصورة قاتمة، لكن تجعلها بعيدة بعض الشيء عن ما تفضلت به من صورة يعني كاملة متكاملة وصورة وردية. الحق معك، ولا بد وأن تسألي هذا السؤال، وأنا لو واحد يتكلم بنفس طريقتي راح يرد إلى ذهني هذا السؤال. فعلا الحشد كائن حي ولد قريبا، مو عمره حتى عقد من الزمان، وأنا تقديري كمراقب هو يتطور نحو الأحسن، يعني الحشد في صلاح الدين مو مثل الحشد في الرمادي، وصدقا مو مثل الحشد في الفلوجة، استفادوا من أخطائهم، والحشد بدأ يعني هوسة عرب، لكن الآن بدأت تتبلور معالم مؤسسة قتالية ميدانية تنصاع لنظام داخلي، يعني كل شهرين ثلاثة عندنا تطور في إدارة الحشد. وطبعا احنا لا نستطيع ان ندافع عما فعله حشديون او باسم الحشديين اطلاقا، وهذا كان خطيئة كبرى صارت اكبر من انتصارات الحشد اللي حققها في صلاح الدين واستفادوا هؤلاء. ولكن بالقطع انا لن اتحدث عن شخصية بعينها، انا اتحدث عن حالة عامة هي محط اهتمامنا الآن، ولا سمح الله إذا كان قادة القادة الميدانيين للحشد الشعبي لن يسمعوا لما نقول ونرى، ولا يستفيدون مما أخطأوه عمدا أو جهلا، لا، الأمور رايحة قاتمة كما تفضلتي، ولكن تقديري أنهم يعني أنا قاعد أشوف فيديوهات الآن تنشر لقادة حشديين مع أهل الفلوجة أو مع زعماء عشائريين أو مع ضباط سابقين في الجيش السابق، أنا قاعد أشوف لغة أخرى غير اللغة السابقة، غير لغة الانتقام والثأر يعني هذا الرجل اللي طلع له فيديو هو قاعد يحشي بسوريا طبعاً ويلعن الفلوجة وأهل الفلوجة، هذا رجل مو حشدي، لكن سوق وروج لهذا الفيديو، أتصور اسمه أوس الخزعلي أو شيء من هالقبيل، لكن لا يروج للقاءات بين قادة الحشد وأهالي أهل الفلوجة، بعض الخارجين وزعماء عشائر وضباط سابقين، حديث فيه يبعث على الأمل الذي أتحدث عنه أنا الآن قد يكون بمبالغة، ولكن يبعث على الأمل في الحد الأدنى لتقييم الأشياء. طيب
سيد عزت، في سؤال أخير وباختصار، يعني عن المشهد السياسي والحراك السياسي الأخير، يعني ما الذي جعل إياد علاوي يذهب إلى المالكي ويتحالف معه؟ البعض يقول بأن علاوي قد خدع المالكي أو المالكي خدع علاوي بالتحديد، يعني ما الذي يجري برأيك؟ أنا بتقديري يعني طموح الأخ علاوي في أن يستعيد موقع رئاسة الوزراء لا يوجد ولا قليل من عند المالكي، صدقا أقول المالكي وعن قرب هو زاهد في استعادة موقع رئاسة الوزراء، وهو يفكر بطريقة أخرى مغايرة تماما. الدكتور علاوي أعتقد لا زال يعتقد بأحقيته في أن يكون هو رئيسا لوزراء العراق. أي نوع من التحالف يقوم على قاعدة مشتركة بين الرجلين لا توجد، لا يوجد أبدا. نعم يجمعهم موقف واحد من رئاسة الوزراء الحالية، وقد يكون هذا الموقع بعمومياته وتفاصيلهم متفقين، ولكن أن ينطلقوا من هذا الموقف السلبي تجاه إدارة الحكومة الآن لمشروع هذا غير موجود. أنا مسؤول عن كلامي، لا يوجد مشروع قادم يعني يبحث المرحلة القادمة بين وزراء المرحلة رؤساء وزراء المرحلة السابقة أو النظام السابق إن شاء الله في يوم من الأيام القريبة نقول عليه، لا يوجد مشروع مستقبلي. المالكي تماما يفكر بطريقة أخرى الآن. نعم، يعني أنت سيد عزت لا تعتقد بأن هذه العلاقة ستستمر، إنما ستستمر ربما باستمرار هذه الحكومة أو هذه الوزارة، أو ربما لفترة معينة قصيرة حتى يغير أو يتغير شيء في الموضوع. يعني برأيك وسياسيا، هل تعتقد بأن فقط هذه العلاقة التي لن تستمر، أم أن علاقات كثيرة ستتغير نظرا لما حصل على الساحة السياسية مؤخرا؟ بتقديري كل أطراف المرحلة السابقة من 2003 حتى اليوم راح ينتهوا، وتبرز طبقة جديدة غير مسؤولة عن الفساد والفشل الذي وصلنا إليه، وحتى الشرفاء بينهم سيتراجعوا، ويجب أن يتراجعوا، لأن التمييز بينهم وهم الأقل وبين الفاسدين والفاشلين وهم الأغلب والأكثر، التمييز بينهم صعب. يعني ليس بإمكاننا أن نميز بين هذا الحاكم وهذا الحاكم، هذا الوزير وهذا الوزير، ونطلع الشريف ببساطة هكذا ونميزه عن الفاسدين والسراق، ما راح نقدر. ولذلك الطبقة التي تورطت في إدارة المرحلة من 2003 حتى اليوم راح تختفي، ما إلها بعد مجال لا شعبياً يقدرون يضحكون على الناس مرة أخرى، ولا الدين ولا الخرافة تسمح لهم أن يضحكوا على عقول الآخرين، ولا المال عاد ينفع في شراء الذمم والضمائر. أتفائل في أننا مقبلين على مرحلة جديدة، وهذا التفاؤل سابقا أستمده فقط من إيماني بالله عز وجل، بأنه الله عز وجل عزيز عليه العراق ولا يفرط به. الآن بدت هناك معالم واقعية تؤكد هذا الإيمان وهذا التفاؤل الذي أنا أعيشه حتى في مرحلة اليأس والقنوط. نعم، السيد عزت الشابندر السياسي العراقي، شكرا جزيلا على وقتك. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com.
دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى التفكير بمرحلة ما بعد تنظيم داعش، وقال الحكيم في كلمة له إنه سيعاتب كل من وقف متفرجا مع وجود مدن مدمرة ووجود ملايين النازحين. علينا من الآن أن نفكر بمرحلة ما بعد داعش. داعش أصبحت اليوم في زاوية الماضي، وإن بقي لنا جولة حتى ننهيها، لكن داعش في مشروع السياسي وفي الأهداف المرسومة لها استنفذت، تحولت إلى ورقة محروقة. عبور داعش ما بات إلا قضية وقت. داعش انتهت، مشروعها انتهى، أهدافها انتهت، فعلينا من الآن أن نستشرف، وقبل انتهاء الجولة الأخيرة نفكر ونخطط لما بعد داعش. فلدينا مدن مدمرة، فلدينا مدن مدمرة ونازحون وعوائل شهداء وجرحى، ولدينا تجربة مريرة علينا أن نستوعب دروسها بحكمة وروية. سنشكر كل من وقف معنا في هذه الحرب المصيرية ضد داعش والإرهاب والتكفير والتطرف، وسنعاتب بشدة كل من وقف متفرجا على آلامنا وصرخات أطفالنا وآهات نسائنا وأحزان شعبنا. سياسيا، كشف نواب شاركوا في جلسة 14 من نيسان للبرلمان العراقي أن تراجع عدد المطالبين بتغيير هيئة الرئاسة إلى 100 نائب سببه تعرض عدد كبير منهم إلى ضغوط سياسية واجتماعية. النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي قال للشرقية نيوز إن إحدى النائبات هددها زوجها بالطلاق في حال عدم تغيير موقفها، مشيرا إلى استمرار مقاطعة الجلسات تماشيا مع الدعوى المقامة لدى المحكمة الاتحادية. مرسل ضغوط كبيرة على أعضاء الجبهة حتى بقى العدد 100 نائب، فهنالك نواب كان يعتقدهم المراقب بأنهم من جبهة الإصلاح، لكن إحنا حقيقة جعلنا الباب مفتوح، لم نعلن على مغادرتهم، وبالتالي 100 لا زالت ثابتة 100 نائب، وهنالك أعضاء كانوا معنا واليوم دخلوا، ومرسل ضغوط كبيرة حقيقة على أعضاء جبهة الإصلاح، ومنها أنه عندنا نائبة هددها زوجها بالطلاق، فكيف يعني تصمد؟ يعني هذا حتى نريد نوضح للشارع العراقي مستوى التهديد الذي مورس ضد أعضاء جبهة الإصلاح، وهنالك 100 ثابتة الأعداد اللحظة. حقيقة كنا نتمنى أن نجد أذان صاغية من الطرف الآخر لمناقشة الأفكار التي جاء بها الفريق المفاوض، سواء كان من جانبنا ومن الطرف الآخر، لكن أصرار هيئة الرئاسة المقالة على أن تبقى على هي التي تدير الجلسة هو اللي كان حال دون حضورنا، لأننا لدينا ثابت وأعلناه منذ البداية لن ندخل جلسة فيها هيئة رئاسة مقالة، وهذا طبعا راح يخالف الدعوة المقدمة وتضرب دعوتنا المقدمة للمحكمة الاتحادية. ونتابع أيضا في هذا الحصاد، داعش يقصف مجددا مقر شركة غاز الشمال، وفرق الطوارئ تحاول منذ نحو شهر إخماد حرائق آبار حقل خباز قرب مدينة كركوك. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان جيرفان البارزاني التزام حكومة الإقليم بحل المشاكل مع بغداد عبر الحوار والتفاهم، مشيرا إلى أن بغداد هي العمق الاستراتيجي بالنسبة للإقليم مهما تغيرت وجهة كردستان. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي إن حكومة إقليم كردستان تلتزم بمبدأ حل المشاكل مع بغداد عبر الحوار والتفاهم، مؤكدا أن سياسة حكومة الإقليم لم تتغير في هذا الاتجاه. بغداد بالنسبة إما أولويته حكومة إقليم كردستان ملتزمة بحل المشاكل مع بغداد عبر الحوار والتفاهم، لأن بغداد هي العمق الاستراتيجي للإقليم، وسياسة حكومة الإقليم لم تتغير في هذا الاتجاه.
بغداد بالنسبة لنا هي الأولوية، ولن نفوت أي فرصة لمعالجة المشكلات مع المركز، لأنها كعاصمة هي عمق استراتيجي بالنسبة لإقليم كردستان مهما تغيرت وجهة الإقليم. إلى ذلك، حمل نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة العراقية مسؤولية جمود المحادثات بين المركز والإقليم، مشددين على أن حكومة بغداد لم تقدم أي بوادر لحسن النية كدليل على الرغبة بعودة الوزراء والنواب الكرد إلى العاصمة. النائب شخوان عبد الله قال للشرقية نيوز إن إعادة المناصب للكرد وصرف مستحقات البيشمركة ولو جزء منها لا يحتاج توافقات سياسية، غير أنه يدل على الرغبة بإعادة الثقة، وذلك ما لم يتحقق. إذا نجي للتعريف الدقيق حول العلاقة بين الإقليم بين بغداد، كما هو قبل 10 سنوات لا توجد أي تقدم، فقط وعود بتشكيل اللجان ومتابعتها، إلى أنه على أرض الواقع لا توجد أي تقدم ولا أي مبادرة. حتى يعني إحنا سبق وأن خاطبنا دولة الرئيس حيدر العبادي بأن هناك مسائل تستطيع أن تقوم كإجراء كصدق النية مقابل التحالف الكردستاني، وهو إعادة مناصب الكرد وكذلك دفع مبلغ ولو قليل إلى كمستحقات البيشمركة من موازنة 2016. كل هذه المسائل لا يحتاج إلى توافق سياسي، وللأسف ولحد الآن لم نجد أي مبادرة حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان وتجاه مطالب شعب كردستان. ارتفعت صادرات نفط إقليم كردستان خلال شهر مايو أيار إلى متوسط 513,041 برميلا يوميا بحسب بيان لوزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. وقال بيان للوزارة إن إجمالي إيرادات الصادرات عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا بلغ 390,748,957 دولارا في أيار مايو، جرى تخصيصه 75,262,856 دولارا منها لمنتجي النفط في الإقليم. أن هذا الانفجار من النوع المعقد فيه هواي تعقيدات، يعني بسبب تضرر البير من أكثر من مكان، من صمامات رأس البير العلوية والسفلية، بالإضافة إلى الصمامات الجانبية لأنبوب الإنتاج. إحنا بصراحة حاولنا قبل يومين انه نسيطر بشكل نهائي على البئر من خلال تصنيع معده الاستنجر الحشر على جانب احدى الصمامات اللي موضع التسرب. جدد عناصر تنظيم داعش قصفهم مقر شركه غاز الشمال للمره الثانيه خلال 24 ساعه من دون اي اضرار. وقال مصدر امني ان عناصر داعش اطلقوا ليلة امس قذيفتها من محيط ناحيه الرياض غرب مدينه كركوك التي يسيطر عليها على موقع شركة غاز الشمال غربية كركوك من دون إصابات تذكر في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة. وكان مصدر في البشمركة قال الثلاثاء إن تنظيم داعش هجم مقر شركة غاز الشمال بأربعة صواريخ كاتيوشا. تسعى فرق طوارئ نفط الشمال في محافظة كركوك منذ أكثر من شهر إلى إخماد الحرائق التي نشبت في آبار نفط حق الخباز، وخاصة في البئرين 12 و17. وكانت جهود فرق الإطفاء التي تحاول إخماد ما تبقى من مخزون النفط وآثار الخسائر المادية أجملها أتيلا الأغا في هذا التقرير. آبار نفط الخباز البالغ عددها 42 بئرا والواقع غرب كركوك تحترق منذ 27 يوما نتيجة تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في الرابع من آيار الماضي، وفرق طوارئ نفط الشمال بعشرات الآليات تحاول إخماد الحريق بحقن كميات كبيرة من المياه لغرض تصغير فوهة البئر والسيطرة على ما تبقى من مخزون. احنا حسب جهود شركة كادر نفط الشمال صارت فرقة طوارئ السيطرة على هذه البئر، وإن شاء الله حالياً إحنا في مراحل متقدمة في السيطرة على البئر. هذا بصراحة لأنه هذا الانفجار من النوع المعقد فيه هواي تعقيدات، يعني بسبب تضرر البئر من أكثر من مكان، من صمامات رأس البئر العلوية والسفلية، بالإضافة إلى الصمامات الجانبية لأنبوب الإنتاج. إحنا بصراحة حاولنا قبل يومين
انه نسيطر بشكل نهائي على البئر من خلال تصنيع معدة الاستنجر الحشر على جانب احدى الصمامات اللي موضع التسرب. حاولنا نسيطر عليه بضخ كمية من الماء، لكن انه ما حالفنا الحظ بسبب تضرر الاجزاء الاخرى من رأس البئر. يعني احنا تدرون قتل البئر لازم يصير منظومة حقن الى داخل البئر حتى نكبس الغاز والنفط. الف برميل يوميا معدل انتاج البئر 12 والبئر 17 وهما الاكثر تضررا من جراء العمليات الارهابية، فاحتراق الانتاج اليومي يعد خسارة كبيرة واهدار للمال العام. والله انتاج الحدود 1500 برميل الى 2000 باليوم، حاليا ده يحترق النفط والغاز ده يطلع كله يعني هدر. يعني البئر المكمن مفتوح على السطح يعني يحترق. رغم الخطورة والحرارة العالية الا ان فريق الشرقية نيوز كان على بعد امتار من البئرين، وخاصة البئر 12 المحترق مع فرق طوارئ نفط الشمال التي تحاول ان تصل الى مراحل متقدمة في اخماد الحريق. 27 يوما وآبار نفط الخباز تحترق وفرق طوارئ شركة نفط الشمال تحاول إخماد الحريق لكن دون جدوى. للشرقية نيوز أتيلا الأغا من آبار نفط الخباز كركوك. شن طيران التحالف الدولي غارات على مواقع لتنظيم داعش في الموصل، وقالت مصادر محلية إن ضربات التحالف استهدفت منزلا يتخذه عناصر التنظيم مقرا له في منطقة حي المهندسين بالجانب الأيسر من الموصل، بالإضافة إلى متنزه في ذات المنطقة، ما أدى إلى استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما. وأضافت المصادر أن غارات أخرى استهدفت التنظيم في منطقة الرشيدية استهدفت نقطة إعلامية لداعش. كشفت السلطات الكندية عن شحنة أسلحة مجهولة المصدر بمطار بيرسون الدولي في العاصمة تورنتو متوجهة إلى العراق، مؤكدة أن العثور على هذه الشحنة تم بعد التدقيق في رزمة تحمل قطع غيار للسيارات. وبحسب بيان لوكالة خدمات أمن الحدود الكندية نقله موقع سي تي في نيوز بأنه تم العثور على شحنة الأسلحة نتيجة حادث وقع في شباط الماضي عندما حدد ضباط حرس حدود معبر رينبو بريدج هوية شخص أثارت شكوكا أمنية لديهم. وأضاف أنه بعد إجراء مقابلة مع الرجل المعني اكتشف الضابط بأن أوراق بيان شحن البضائع الصادرة عن المطار تشير إلى أن رزمة الشحن هي قطع غيار للسيارات مصدرة للعراق، وأن تحقيقات معمقة أخرى أجريت معه كشفت عن وثائق وصور أثارت شكوك ضابط أو ضباط أمن الحدود بوجود أسلحة وأجزاء من بنادق في حاوية الشحن المهيئة للتصدير إلى العراق. وتابع البيان أن الشحنة التي سلمت لوكالة خدمات أمن الحدود الكندية وجد بداخلها على عدد من المسدسات وقطع من أجزاء بنادق وباجات شرطة وحاملات باجات وسترات تكتيكية مهيئة لشحنها إلى العراق. أطلق ناشطون في سامراء مبادرة لتنظيف جدران الموقع الأثري الأهم في المحافظة وفي العراق عموما من الكتابات والمخطوطات الشخصية. ويؤكد قائمون على المبادرة التي تتم بإشراف كلية الأثار في جامعة سامراء أن المواد المستخدمة لا تضر بالموقع الأثري الذي أدرج على لائحة التراث العالمي منذ عام 2008. المزيد من التفاصيل في تقرير عبد السميع عزاوي. للمرة الثانية على التوالي خلال 4 سنوات تشهد مأذنة الملوية حملة لإزالة الكتابات والذكريات الشخصية التي كتبت على جدرانها. المبادرة هذه المرة جاءت وبشكل أوسع من كلية الأثار بجامعة سامراء، حيث نظم الكادر التدريسي والطلابي بالتعاون مع دائرة أثار سامراء حملة لإزالة الكتابات التي صارت تشوه منظر هذا الأثر الكبير. ملوية سامراء تعتبر كنز للعراق وليس لمدينة سامراء فقط، وبالتالي من باب أولى أن تقوم الجامعة كواجهة حاضرة للمدينة أن أن أن, أن تقوم بهذه الحملة. احنا الآن رغم ظروف الامتحانات هاي لكن قمنا بها قبل أن ينتهي العام الدراسي. بادرة وطلبت كلية الآثار، بادرت كوادر التدريسي في كلية الآثار. الحقيقة احنا هذه الحملة ستستمر من أجل خدمة الملوية،
احنا كل ما الكتابات ان شاء الله انزلها حتى تظهر الملوية على طبيعتها وعلى حقيقتها، وحتى نفهم اجيالنا القادمة انه هذه الملوية هي بالحفظ والصون، ونفهم جيلنا الحالي على أهمية الاهتمام بالآثار والحفاظ عليها. وكما عرفنا من أساتذة الكلية فإن المختبر الكيميائي بقسم الصيانة والترميم أخذ على عاتقه إعداد مواد كيميائية بتركيز مخفف ليس له أي تأثير جانبي على جدران الأثر لإزالة هذه الكتابات وبشكل نهائي. احنا استخدمنا مواد كيميائية بتراكز جدا قليلة، حضرناها مختبريا، هذه ما لها اي تأثيرات جانبية، لان احنا سبق يعني اشتغلنا على مدار سنة كاملة احنا نشتغل عملي بالمختبر قسم الصيانة، سوينا دراسات وحضرنا هذه المواد ووجدنا بين هذه المواد اي تأثيرات جانبية، بالاضافة لجينا قبل احنا فترة للملوية واخذنا جزء من اخذنا جزء جانبي من الجدار ونظفناه، وهسه يعني من جينا ماكو اي تأثيرات جانبية ولا اكو اي ماكو اي مخاوف مثل هذه المواد الكيميائية. حاليا على هاي الحملة الذي قامت بها جامعة سامراء بالتعاون مع دارة أثر سامراء إن شاء الله تفتح آفاق كثيرة، وبعدها إن شاء الله راح الموقع راح يصير بتأهيل للزيارة ومظلات ومصطبات ومحلات وضوء وحمامات للزائرين. وكانت مبادرة كلية الآثار قد تبلورت بعد مطالبات من أكاديميين في الجامعة وخبراء في دائرة الآثار بضرورة الاهتمام بهذا الموقع المهم الذي أضيف إلى لائحة التراث العالمي في أيلول من عام 2008. لشرقية نيوز، عبد السميع الزاوي، سامراء. تسبب حريق كبير في مخزن للفحم باحتراق عدد من المحال وخسائر مادية كبيرة في سوق جميلة تجاري شرقي العاصمة بغداد، وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإخماد الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة للمحال المجاورة، فيما أكد مصدر في فرق الإنقاذ أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحريق نتج عن تماس كهربائي. وفي أخبارنا العربية والدولية، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن اعتراف مجلس النواب الألماني بإبادة الأرمن في حقبة السلطنة العثمانية سيؤثر بشكل خطير على العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال أردوغان أمام الصحفيين في كينيا التي يزورها حاليا إن هذا القرار سيؤثر بشكل خطير على العلاقات التركية الألمانية، مضيفا أنه سيتخذ عند عودته إلى تركيا قرارا حول الخطوات التي سترد فيها بلاده على هذه الخطوة. مصادقة البرلمان الألماني على القرار الخاص بمزاعم الأرمن بشأن أحداث عام 1915 ستؤثر بشكل جدي على العلاقات بين البلدين. استدعينا سفيرنا لدى برلين للتشاور عقب تصويت البرلمان الألماني. كذلك ستتابع وزارة الخارجية تداعيات القرار الألماني وستتخذ القرار المناسب، وبعد عودتي إلى البلاد سنقوم بتقييم الوضع. سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية على المحطة البخارية بالمحور الساحلي غرب مدينة سرت معقل تنظيم داعش. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التي تشنها قوات حكومة الوفاق قوله إن القوات الليبية تسيطر على المحطة البخارية بالكامل. وأضاف المركز بتجدد الاشتباكات ضد عناصر تنظيم داعش داخل الحدود الإدارية لمدينة سرت، مؤكدا أن القوات الحكومية تسيطر على وادي جارف بعد انسحاب داعش منها. مشاهدينا، حصادنا مستمر ونتابع فيه. قائد القوة البرية الإيراني في الحرس الثوري محمد باكبور يزور الفلوجة بحسب وكالة نادي المراسلين التابعة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التي أكدت أنه تفقد العمليات بصحبة سليماني. من الجو من قبل أصدقاء وغيرهم، ولكن ليقاتل على الأرض وفقط الأبطال العراقيين. العبادي، القوات العراقية تخوض وحدها معركة الأنبار يساندها الأصدقاء من الجو، والجبوري يدعو العبادي إلى التحقيق بحصول تجاوزات ضد المدنيين ضمن عمليات الفلوجة.
جهاز مكافحة الإرهاب يسيطر على جسر التفاح المؤدي إلى الفلوجة، والحشد الشعبي يعلن عن تطويق مدينة الفلوجة بالكامل. وفي حصادنا شهادات لناجين من حصار الفلوجة يروون معاناتهم بسبب احتجاز داعش لهم من جهة، واحتجاز الكثيرين منهم للتحقيق من جهة ثانية. نرحب الآن بسيد محمد ناجي نائب عن كتلة بدر. سيد محمد مرحبا بك في هذا الحصاد. يعني هيئة الحشد الشعبي تتحدث اليوم عن إنجاز 60-70% من العمليات التي تشهدها معركة الفلوجة. اليوم ما تبقى من هذه العمليات، هل هو الأصعب أم الأسهل بالنسبة لمعركة الفلوجة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الله المشاهدين الأعزاء. نعم، أنجزنا الشيء الكبير من عمليات تحرير الفلوجة، وهذه الخطوط الدفاعية التي كانت تحيط بمدينة الفلوجة اللي هي عبارة عن المدن والقرى وخاصة مدينة القرمة وبقية المناطق التي كانت تتخذها داعش عمق دفاعي استراتيجي لمدينة الفلوجة، هذه كلها تحررت الحمد لله، لم يبقى إلا الشيء القليل. يوم غد إن شاء الله صباحا ستكمل قطاعاتنا تقدمها لإحكام السيطرة وتطهير المناطق التي ما زال فيها جيوب لداعش في بعض المناطق، ثم يتم التوجه إلى داخل مدينة الفلوجة. وأنت تسأل ما هو الجزء الأصعب، نعم الفلوجة يبقى الجزء الأصعب، لكن ما مر منه ليس بالسهل، أيضا هو الصعب والصعب جدا، ولكن بحمد الله تبارك وتعالى أتممنا هذه الانتصارات بكل قوة واقتدار بفضل من الله سبحانه وتعالى وبجهود أبناء الحشد والقوات المسلحة والشرطة الاتحادية وأبناء العشائر وأبناء الشعب العراقي، كلهم في لحمة واحدة في يد واحدة تمكنوا من أن يحققوا هذا النصر الكبير. نعم، نحن أمام معركة مقبلة للدخول لداخل الفلوجة، وأعتقد أنها ستكون صعبة أيضا، ولكنها ليس بمستحيلة، وهي في متناول أيدينا، لكن نقول لمن يتصور أن المعركة سهلة وأن الأمور مؤاتية في كل مجرياتها، نقول لا، داعش ما زال يمسك بالأرض وما زال يقاتل، ولكن قواتنا هي الأقوى وهي الأكثر جدارة في تحرير هذه الأرض والأكثر تمسكا بعقيدتها وحبها لوطنها ودينها ولحمتها الوطنية أيضا. هذا ما شاهدناه اليوم في أرض المعركة، صورة رائعة جدا أعطاها أبناء الشعب العراقي بكل تشكيلاتهم، أقول بكل تشكيلاتهم وأطيافهم. المعركة الفلوجة أستطيع أن أقول بكل ثقة واطمئنان أنها زادت من اللحمة الوطنية وفوتت على العدو كثير مما كان يظن من أن هذه المعركة ستكون معركة طائفية ليتخذها في الإعلام وسيلة يحاول أن يزرع فيها الفتن ويفرق بين أبناء الشعب العراقي، لكن بالعكس هذه المعركة هي معركة زادت من اللحمة الوطنية، من التماسك الشعبي الوطني وحتى بين القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر والشرطة الاتحادية وقوى الأمن. هناك صورة رائعة لمن يأتي ويتجول بين هذه القطاعات يعرف ماذا أعني. نعم نعم سيد محمد، يعني تنظيم داعش بالحديث عن معارك التحرير وعن الصقلوية بالتحديد التي قلتم بأنها يعني في حكم المحررة أصلا، يعني تنظيم داعش مثلا فجر جسر الذي يطلق عليه بجسر سكة القطار مثلا لإعاقة العوائل القادمة عبر نهر الفرات باتجاه يعني من جهة الصقلوية، يعني كيف تتعاملون مع هذه الحالات عندما يحاول التنظيم تأزيم وضع واستغلال المدنيين حتى يكونوا عائقا ودروعا باتجاه منع تحرير هذه المناطق؟ نعم، أنا عندما أقول أن هنالك صعوبة ستكون بالغة في المعارك الآتية هو أن داعش يتخذ من المدنيين دروعا بشرية،
هذا اللي راح يكون العائق الأكبر تقريبا في تقدم قواتنا، ويحاول بشكل وآخر أن يحاصر هذه العوائل، أن يمنع نزوحها من المناطق اللي نتقدم عليها، وهذا يمثل لنا عقبة حقيقية. لكن مع ذلك لدينا الخطط الكفيلة في الحفاظ على أرواح المدنيين، وقد نجحت القوات المسلحة بتخطيط عالي جدا وتنسيق عالي بين قطاعاتنا من أن تؤمن منافذ آمنة لخروج العوائل، وقد خرجت كثير من العوائل بأمن وأمان نتيجة الوعي الكبير اللي والحرص الكبير اللي تتمتع به قواتنا المسلحة وأبناء الحشد الشعبي، والتلاحم الوطني الكبير اللي صار، وأنقذنا كثير كثير من العوائل. كذلك هذه الخطة ستطبق إن شاء الله في الصقلاوية، وكذلك في داخل الفلوجة أيضا. لن نتهاون أبدا في الحفاظ على أرواح المدنيين والحفاظ، ولكن سيد على محمد يعني أولوية على الجانب الآخر، يعني هناك دعوة إذا كنت تسمعني. نعم، هناك دعوة من قبل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري للقائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في انتهاكات حصلت لعوائل ولمدنيين نزحوا وهربوا من هذه المعارك، سواء من قبل شرطة اتحادية أو من قبل متطوعين في الأجهزة الأمنية أو في الحشد الشعبي. اليوم الصورة ليست بهذه الصورة، يعني هناك بعض الانتهاكات وقعت، أنتم من جانبكم يعني هل حددتم هؤلاء الذين قاموا بهذه الانتهاكات، نوعية هذه الانتهاكات؟ في الحقيقة هذا يحتاج تحقيق ويحتاج إثبات، من الذي تعرض إلى هذه الانتهاكات، ومن هم الذين تعرضوا، وكيف جاءوا، من الذي اعتدى عليهم. نحن نتحدث من الناحية المبدئية والواقعية أيضا، أن ليس على الأرض هنالك من يحاول أن يعتدي على هذه العوائل، وليس هنالك في نية هذه القوات الاعتداء على هذه العوائل، بل على العكس لدينا تعليمات، وهذه التعليمات أصبحت شرعية ورسمية. كما علمتم أن سماحة السيد السيستاني حفظ الله تعالى أكد أن إنقاذ حياة بريء أفضل مما أن تقتل داعشي، لذلك الأولوية هو الحفاظ على أرواح المدنيين قبل محاربة داعش. هذا اليوم تكليف شرعي في رقابنا، وهو تكليف إنساني وأخلاقي وأيضا مهني، لا يمكن أن نتجاوز على المدنيين، لا يمكن لقواتنا أن تتغاضى وتغض الطرف بالحفاظ عن أرواح المدنيين. لذلك عندما تعلمون وتسمعون أن هنالك بعض التوقف في هذا المحور أو في المحور الآخر، ليس لوجود داعش أمامنا، وإنما لوجود عوائل ولوجود أبرياء، لذلك يتم التوقف في هذا المحور ونتحول إلى محور آخر أو منفذ آخر وطريقة أخرى نحاول أن نؤمن فيها خروج هذه العوائل. اليوم هي المعركة معركة الحفاظ على العوائل، وبنفس الوقت أن داعش أيضا ما زال يقاتل، لكن القوة التي يتمتع بها اليوم أبناء الحشد والقوات المسلحة بكل صنوفها من الشرطة الاتحادية وقوى الأمن والجيش، اليوم أستطيع أن أقول أن المؤسسة العسكرية ارتقت درجات عليا كبيرة واكتسبت خبرة كبيرة وروح معنوية عالية جدا. أنا أستطيع أن أقول أن هذه المعركة ليس لها نظير في كل المعارك التي مضت، حيث اكتسبت القوات المسلحة بكل التشكيلات بما فيها أيضا حتى الحشد الشعبي خبرة عالية وتكتيك عالي، وخاصة بالتنسيق بين القوات الصديقة. كما تعرف أن هناك عدة محاور تتقدم لتضييق الخناق على مدينة الفلوجة، وهذا لربما يؤدي إلى تقاطع النيران الصديقة، ولكن لم نشهد أي تقاطع للنيران نتيجة الخطة المحكمة، نتيجة التدريب العالي، نتيجة الحرص العالي من كل أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي وكل الأخوة المشرفين بالقيادة العسكرية. هنالك تنسيق رائع، ونستطيع نقول أننا اليوم ضمن مؤسسة عسكرية رائعة ومتقدمة مهنيا أيضا. نعم السيد محمد ناجي النائب عن كتلة بدر، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
ذكرت وكالات دولية أن الأزمة الإنسانية في الفلوجة المحاصرة تتفاقم بعد الكشف عن تفاصيل جديدة لنقص الغذاء والدواء وانعدام الخدمات الأساسية في المدينة منذ أشهر. ويقول تقرير لرويترز أن ما لا يقل عن 50,000 مدني ما زالوا عالقين داخل الفلوجة التي لم تتلقى مواد غذائية بشكل منتظم منذ أيلول من عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية كالسكر الذي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه نحو 40 دولارا. ويقول التقرير إن توفير طحين القمح بات شبه مستحيل، ويقتات الناس هناك على خبز الشعير الأسود أو من خلال طحن نواة التمر وأكلها بعد خبزها. وذكر شهود لفرانس بريس أن الأسر أجبرت أطفالها على تناول علف الحيوانات، مؤكدين أن السكان لم يشربوا مياه صالحة للشرب منذ أشهر، ويجلبون أغلب مياه النهر المياه التي يشربونها من النهر. ومعنا الآن السيد أحمد السلماني النائب عن تحالف القوى. أهلا بك سيد أحمد في حصاد الليلة. يعني دعنا نتحدث ونبدأ من بيان السيد سليم الجبوري والانتهاكات التي تحدث عنها والمختطفين الذين تم اختطافهم من قبل بعض الميليشيات. يعني نتحدث عن تفاصيل عن هذا الاختطاف، هل لديكم معلومات عن أعدادهم، عن تفاصيلهم، أين هم الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد كانت زيارتنا يوم أمس مع السيد رئيس البرلمان لإعطاء الملف الإنساني أهمية كبرى، وهو ملف ضاغط يرافق المعارك دائما لا يقل أهمية عن المعارك الحربية، بل الملف الإنساني يجب أن يقدم على كل الجوانب الأخرى حتى الأمنية منها والحربية. نعم، وصلتنا الأخبار المؤكدة عن اختفاء 73 رجل من العوائل التي دخلت، ففصلوهم، فصلوا الرجال عن النساء، ثم بعد ذلك ذهبت العوائل إلى المخيمات بغير أزواجهم وأولادهم. 73 شخص إلى الآن لا يعرف مصيرهم. يوم أمس تحدثنا مع كل الجهات الموجودة، الجهات الأمنية، الشرطة الاتحادية، مكافحة الإرهاب. حقيقة رأينا أن هناك يعني تخبط في هذا الموضوع، كل جهة من الجهات تحاول أن تلقي اللوم على الجهة الأخرى، وكل جهة تتبرأ من وجود هؤلاء الرجال عندها. احنا نقول في بداية هذه المعركة، وفقط اليوم من العوائل التي خرجت 300 عائلة فقط او اقل بقليل، اذا كان هذا العدد فقط 300 عائلة ومنذ البداية اختفى 73 رجل، فكيف بالأيام القادمة إذا خرج بقية المدنيين وخرجت العوائل الأخرى؟ يجب على القوات الأمنية وكل الفصائل المشاركة معها أن تعطي رسالة إيجابية للمدنيين، أن تعطي رسالة اطمئنان للمدنيين الموجودين الآن في الفلوجة ويرومون الخروج. داعش لا تسمح لهم بالخروج، ومن خرج رأى هذه الأفعال، رأى اختفاء هؤلاء الرجال، بالتالي هذه ليست رسالة إيجابية ترسل إلى أهلنا في الفلوجة. طيب، فيجب على القوات الأمنية أن تركز على هذا الموضوع، والسيد رئيس الوزراء تكلمنا معه وشكل لجنة يوم أمس لمعرفة مصير هؤلاء المختطفين وهؤلاء المختفين، فيجب على السيد رئيس الوزراء أن يعلمنا بنتائج هذه اللجنة خلال هذين اليومين. طيب سيد أحمد، يعني دائما هناك ما يكون مطالبة من قبل الجهات الأمنية التي قد توجه لها الاتهامات بأن تكون خلف اختفاء هؤلاء الرجال بتقديم أدلة. أنتم اليوم هل قدمتم أدلة حول موضوع اختفاء هؤلاء الرجال من عمليات النزوح بعد الحرب؟ الأدلة واضحة، الأدلة أن العوائل فقط دخلت
دخلوا مع أهلهم، دخل هذه العوائل دخلت مع الرجال، فالرجال أخذتهم القوات. عندما سئلت هذه العوائل أين رجالكم، أين الرجال، قالوا أخذتهم القوات الأمنية. هذه العوائل النساء الأطفال لا يفرقون أي جهة، يقولون القوات الأمنية ولا يفرقون هل هي الشرطة الاتحادية، هل هي مكافحة الإرهاب، هل الحشد، هل غيره. بالتالي يجب على القوات، على قيادة العمليات، على القوات الموجودة أن تعلمنا مصير هؤلاء وأن تعطي الرسالة الإيجابية. لحد الآن حقيقة هذه الرسالة سلبية جدا، فيجب على القوات الأمنية ويجب على كل الفصائل المشاركة مع القوات الأمنية أن تعرف مصير هؤلاء الرجال وأن تخبر ذويهم أين اختفى هؤلاء الرجال. طيب يعني سيد أحمد، في الوقت الذي يأكل فيه أطفال الفلوجة علف الحيوانات، يقوم بعض النواب عن محافظة الأنبار يعني بالتخطيط والرسم واستغلال هذا الموقف لاستحصال مبالغ ربما من مساعدات مالية، يعني من أي جهة تريد أن تساعد هؤلاء المحاصرين أو هؤلاء النازحين. يعني ما تعليقكم على هذه الصورة، يعني التي أقل ما يمكن أن نصفها به بأنها صورة يعني غير لائقة عن نواب هذه المحافظة؟ يعني بالتأكيد من يفعل يعني مثل هذا العمل بالتأكيد هذا عمل غير لائق. اليوم أكثر من 50,000 مدني في الفلوجة يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى خدمة إنسانية، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن مثل هذه الأعمال المشينة التي ترتكب بحق المدنيين، بحق النازحين. بالتالي احنا اليوم نطالب الجهة الرسمية في هذا الملف وهي وزارة الهجرة والمهجرين بمسك هذا الملف مع المنظمات الموثوقة حتى يتم إغاثتهم فعلا وليس فقط إغاثة بالكلام، ولا يصل إلى النازحين أي شيء من هذه المساعدات. طيب سيد أحمد، يعني بالعودة إلى موضوع هؤلاء المختطفين، يعني ذكرت بأن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي لاختفاء أثر هؤلاء الرجال. من يرأس هذه اللجنة؟ من أعضاء هذه اللجنة؟ هذه اللجنة تشكل من مكافحة الإرهاب، من الشرطة الاتحادية، من الفصائل الموجودة، ومن الحشد العشائري الموجود، والإداريين في المحافظة، في الإدارة المحلية في محافظة الأنبار، لكي يتسنى معرفة مصير هؤلاء. كل العوائل تؤكد أن الرجال كانوا معهم فاختفوا من قبل القوات الموجودة. هم كما قلت لا يفرقون من هذه القوات. بالتالي يجب على هذه اللجنة أن تخرج بنتائج، ويوم أمس تكلمنا بهذا الكلام بالتفصيل. الشرطة الاتحادية اليوم مطالبة كون هي التي استلمت، كما أكد قسم من الذين كانوا موجودين من القوات الأمنية، أن الشرطة الاتحادية هي التي استلمت هؤلاء الرجال وهي التي نقلتهم بسيارات الشرطة الاتحادية. بالتالي الشرطة الاتحادية اليوم مطالبة عن كشف مصير هؤلاء المختفين. نعم السيد أحمد سلماني النائب عن تحالف القوى، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حصاد الليلة، دمتم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.